حنكمل المحاضرة في الطبيب والأعمال التجارية. طبعا زي ما أكدنا بأنه الطبيب له الحق أن يقوم بأعمال تجارية أخرى، لكن في معايير تضبط هذه الأعمال التجارية، وهي دائما يجب يعني أن هذه الأعمال التجارية يجب أن تضمن احترام المجتمع لمهنة الطب. يعني ممنوع في كل الأحوال أنه ببساطة أنه طبيب يفتح سوبر ماركت ويبيع في هذا السوبر ماركت. ليش؟ لأنه هذا يقلل من احترام المجتمع لمهنة الطب، وهو يقلل من انصراف العمل الطبي. دائما صعب أن تروح أنت على طبيب، يعني بيجي في النهار بيشغل طبيب، وبعد ما يروح من شغل يعني بيشغل في السوبر ماركت في السوبر ماركت. إذا هذا يعني يقلل من يعني احترام المجتمع لمهنة الطب، وأيضا يؤدي إلى انصراف يعني الناس عن هذا الطبيب، وإذا يقلل من رعاية المرضى. إذا هناك معايير يجب أن نأخذها بعين الاعتبار يعني في الأعمال التجارية ممكن يقوم بها هذا الطبيب. أول حاجة، المعايير المهمة، يجب ألا تكون للطبيب الممارس أي مصلحة مادية في وصف المستحضرات الطبية اللي بكتبها للمرضى. يعني كيف؟ يعني إنه ممنوع يكون عنده علاقة مع صيدلية معينة ويكتب الدواء لهذه الصيدلية عشان ياخذ نسبة من الدواء اللي كتبه لصيدلية معينة، أو يكتب دواء معين مش موجود إلا في صيدلية معينة عشان يكون له نسبة من هذا الدواء، يكون له نسبة يعني، أو من الشركة اللي بتوزع هذا الدواء. طبعا أيضا الشيء الثاني، ما يعتني على الطبيب ألا يبيع الأدوية لمرضاه إلا في حالة عدم وجود صيدلية. ممنوع بيع الدواء، هو طبيب وليس صيدلي. الصيدلي هو الذي يبيع الدواء، هو طبيب إلا في حالة أنه يكون في يعني في قرية منزوية بعيدة عشان يخفف على الناس، ممكن يجيب بعض الأدوية ويبيعها بشكل أو بآخر، وهذه فقط الحالة المسموح فيها، بكون في قرية بعيدة ولا يوجد فيها صيدلية. أيضا يعني على الطبيب ألا يحرر أي شهادة بفائدة أي يعني عن شهادة فائدة أو جدوى أي مستحضرات طبية. والله واحد عمل مستحضرات طبية، هذه هي يعني أي شهادة من الدكتور الفلاني بتقول بأن هذا مستحضر طبي ممتاز جدا للمرض الفلاني، إلا إذا كان هو فعلا هو عارف. يجب أن تكتب في هذه الشهادة ميزات كل هذا الدواء وأيضا مضاره الجانبية، وأيضا يكتب بشكل أو بآخر عدد المرضى اللي تعاطوا هذا الدواء وتفاصيل النتائج كلها بشكل كبير. إذا ممنوع يكتب أي شهادة عن فائدة أو جدوى مستحضرات طبية إلا لما يكتب كل المميزات الدواء والمضار الجانبي لهذا الدواء والناس اللي تعاطوا الدواء والنتائج اللي فعلا ممنوع يكون يستخدم فقط للدعاية. طبعا أيضا كل المعلومات اللي يكون عن الدواء هذه يجب أن تكون فعلا معلومات علمية ودراسة علمية حقيقية، مش بس عشان أنا أنجح الدواء أكتب يعني أعطيهم شهادة يعني وليدة الملاحظات العابرة. يجب أن تكون بناء على كل الضوابط والقيم اللي بتحكم البحث الطبي. طبعا أيضا يجب أن العينات اللي بتيجي الطبية لهذا الطبيب يجب أن تحفظ بشكل جيد ولا يساء استعمالها، وأيضا يجب أن يوزعها على المرضى دون أن يستفيد ماليا. وهذا للأسف بنشوفه بشكل كبير، بأنه الأطباء بيبيعوا العينات اللي بتوزع لهم من مستودعات أو من شركات أدوية، بتجي بعضهم يعني بعض العينات أو بعض الهدايا وهي عبارة عن أدوية، ويقوم الأطباء ببيع هذه الأدوية، وهذا للأسف يعني عمل غير أخلاقي. أيضا لا يجوز أنه الطبيب يمارس أو يكون له شراكة في أي نوع من العلاج، يعني دواء جديد أو غيره أو دواء جاي من مصر أو دواء كذا، إلا إذا كان يعني
عنده يعني فعلا يكون هذا علاج يعني علمي و ويعني انه ان لا يكون غير خاضع للاسف غير خاضع لرقابه طبيه ممنوع. مثال ذلك انواع العلاج الغير علمي اللي احيانا بيدعي اللي فيها دعايات بنلاقيها في الصحف والمجلات. ايضا اذا في كل الاحوال تاكدنا انه يجوز للطبيب انه يمارس الاعمال التجاريه المشروعه النزيهه، لكن يجب ان هذه الاعمال لا تحط من قدر المهنه ولا يعني ولا يقوم الطبيب باستغلال المركز المهني لتدعيم العمل التجاري. احيانا يكون هناك تضارب في المصالح طبيب مع مصلحة المؤسسة اللي بيعمل منها، يعني هو بيكون عنده كلام يكون بيشغل في مستشفى، لكن هو أيضا في نفس الوقت بيكون مدير مستشفى وبيكون أيضا له أسهم في شركة مستودعات بتبيع أدوية. طبعا هنا إذا ممكن ينشأ في التعاون مع هذه المستودعات وهذه الأدوية ينشأ نوع من تضارب المصالح. في كل الأحوال يجب انه يعني ان يكون دائما الطبيب في مصلحه المؤسسه التي يعمل بها، يجب ان يكون في مؤسسه في مصلحه المؤسسه التي يعمل بها، مش المؤسسه اللي هو يعني يشارك فيها. وانه يعني يجب ان لا تتعارض مصلحة المنشأة اللي بيشغل فيها مع مصلحة الشركة اللي هو بيساهم فيها، فعليه دائما أن يكون مصلحة المنشأة الصحية يعني هي اللي مقدمة على مصلحة الشركة الأخرى فيما يتعلق بكل هذا كله من صالح الرعاية الصحية للأفراد اللي تعطى الأولوية في جميع الحالات. أيضا من غير المقبول أن يتم قبول هدايا من أي شخص كان نوعها، أي هدايا كان نوعها من خارج المنشأة الصحية أو حتى من داخلها، إلا طبعا ليش، وخصوصا إذا كان هذه الهدية يعني أنا مثلا في مؤسسة معينة يعني أيا كان، حتى ما نتكلمش عن شراكة، نتكلم عن أي مؤسسة تقدم هدية للمدير، إذا كان في تعاقدات مقبلة مع هذه الشركة لا يجوز إنه أنا أقبل هدايا من هذه الشركات، لأنه ممكن تأثر على القرارات المستقبلية وإنه يكون في صالح هذه الشركة يعني على حساب هذه المستشفى. إذا دائما إذا يجب أن أنظم هذا الموضوع بفرض قوانين يعني على الموظفين فيما يختص قبول الهدايا. أول حاجة بأنه خلص تحريم قبول الهدايا أو المميزات أيا كان وضعها، يعني لما يكون في هذا الشخص المهدي وبين شخص المستقبل الهدية في علاقة بينهم، فقط في حالة معينة أنه يتم قبول هدايا إذا كان في أصدقاء فعلا الحقيقة يعني من الخارج، لكن صديقه يعني مقرب له، ويعني حتى لو كان في تعامل بين المنشأ والشخص العادي، لكن يجب أن لا يقوم الموظف باتخاذ أي قرار لهذا الشخص العادي قد يسبب ضرر في المنشأ، وفي حالة حدوث ذلك يتم محاسبة الموظف على اتخاذ مثل هذا القرار. دائما يتم التحقيق في العلاقة بين هذا الشخص والموظف اللي بين هذا الموظف والشخص أو صديقه اللي أعطاه الهدايا. جميع آخر حاجة في موضوع الهدايا، جميع الهدايا والمميزات المقدمة من قبل الموزعين أو البائعين أو الشركات تعتبر حق من حقوق المنشأة. يعني لو موزعين أو بائعين في شركات أخرى يعني تبرعوا بجهاز كمبيوتر أو جهاز آخر، يجب أن يبقى هذا الكمبيوتر لصالح المؤسسة وليس صالح هذا المدير أو هذا الشخص.
الحالة إذا خلصنا الآن موضوع الهدايا، نتكلم أنه لا يلحق للمدير إذا كان عنده فيه يعني أموال فائضة من ميزانية الشركة أن يقوم يعني ميزانية المؤسسة أو المنشأة اللي بيشتغل فيها، يعني أنه يصرف هذه الأموال الفائضة لخدمة المصلحة الشخصية، حتى لو كانت هذه كانت بسيطة إلا بموافقة من رؤساء مجلس إدارة، حتى لا تدخل في نطاق تضارب مصالح. يعني والله انه والله في يعني شويه مصاري ضايلات لهذا، انه وحشت فيها سياره للمدير، بدك تشتري سياره للمدير ماشي، لكن يجب ان يوافق عليها رؤساء مجلس الاداره حتى لا يكون في هناك تضارب في المصالح فعلا، بين انه فعلا نحتاج الى سياره لهذا المدير. ايضا تكلم على انه دائما في نوع من تضارب المصالح مع واجبات الوكيل ترتبط بفائدة أو مصلحة تعود على المدراء بطريقة مباشرة. أيضا يعني نتكلم هنا أنه والله أنه في بعض العيادات المستشفيات اللي ممكن تكون صعبة الفهمون، في بعض المستشفيات الخاصة يكون المدير زي ما هو في البنوك أو غيره، أنه كل ما ارتفع نسبة دخل المستشفيات الخاصة بكون للمدير نسبة من هذا الدخل، فيقوم المدير برفع دخل المؤسسة أو العيادة أو المستشفى بطرق غير شرعية عشان يعود عليه بالنفع أكثر في نهاية السنة المالية، وهذا طبعا لا يجوز وهذا يعتبر تضارب في المصالح. في بعض القضايا الأخلاقية الخاصة بالمنظمة والموظفين المخلوط فيها بين المدير والآخرين، نتكلم عن قضايا الأخلاقية اللي تخص المدير والآخرين. يعني أول حاجة يجب أن يهتم المدراء بالعلاقات الداخلية للمنشأة، أنه هو عنده رسالة يجب أن يحقق هذه الرسالة، وأنه يكون عنده قيادة يهتم بقيادة المؤسسة الصحية تحقيق هذه الرسالة والفلسفة الرسالة عشان يوصلوا إلى رؤية المستقبلية، وأيضا ضمن القيم الصحية والمهنة ضمن القيم الصحيحة والمهنة المختلفة. على المدراء أن يهتموا بالعلاقات القائمة في المنشأة، سواء كانت مع الموظفين أو المرضى أو بين الموظفين تحت إدارته وأيضا والمرضى. في بعض القضايا بدها نوع من حل أخلاقي، ودائما قضايا شائكة تكون، يعني زي ما هو حالة مريض يحتاج إلى عملية قسطرة في القلب في مستشفى حكومي تعليمي، وطبعا كانت هي طبيبة تقوم بمتابعة حالته، وأنه سألها إذا كان مين حيعمل العملية، هل أنت ستقومي بعمل عملية؟ ما رضيت تجاوب عليه، ما جاوبتش عليه هذه العملية، ما جاوبتش عليه إنه من سيعمل العملية يعني. لكن وقت العملية لما هو دخل العملية وجد إنه الطبيب اللي بيهتم بحالته بكون هو بعرفوش قبل هيك، وسأل الطبيب قال له هذا طبيب زائر أو طبيب يعني متدرب بالأحرى يعني و يقوم بعمل العملية له. بعد إتمام هذه العملية وفاق المريض، قام المريض بسؤال الطبيبة لماذا لم تقومي بعمل العملية، فأجابته أن هذا مستشفى تعليمي ويحق لهم أن يطلبوا يعني أن الطبيب الزائر أو طبيب المتدرب أن يقوم بعمل العملية، لأن هذا مستشفى جامعي وله يعني شروطه. بعد ما عمل العملية طلب أنه يعني مقابلة رئيس القسم عشان يشكوه من اللي حدث. ماذا يفعل رئيس القسم في هذه الحالة؟ الموقف الأخلاقي على رئيس القسم أن يهدئ يعني المريض ويعده بعدم تكرار هذا الأمر، وبأن الحق له، بأنه فعلا يجب في كل الأحوال أنه
يعني هذا الطبيب، انه الطبيب زي حتى لو كان جاي للعمل فقط انه يقوم بالاشراف على الطبيب قبل العمليه، حتى انه الطبيب يعرفه ويتعامل معه ويطمئن له. تغيير الاجراءات المتبعه في طريقه اشراك الموظفين، يعني ما يجيش اخر يوم يعمل العمليه فقط، يجب ان يكون هذا الموظف قبل ذلك له علاقه بهذا المريض ويعمل اطمئنان للمريض. التركيز على فلسفه المنشاه فيما يخص باحترام المريض، انه قد يرفض المريض يعني انه طبيب متدرب او غيره، بالاضافه الى انه يجب انه توقيع المريض على اوراق قبول بالعلاج من قبل الموظفين تحت التدريب. يعني يجب ان يتم اخذ موافقه المريض مره اخرى قبل اتخاذ اي اجراء من قبل طبيب غير طبيبه المعالج. المقصود هنا بانه يجب ان يعلم علم كامل مين هو الطبيب اللي بيعمل له العمليه. لكن بنأكد انه ليس من حق الطبيب المريض ان يختار الطبيب اللي بيعمل له العمليه، وخصوصا اذا كان مستشفى جامعي، لكن من حقه ان يعلم مين هو اللي هيعمل له العمليه قبل العمليه ويوقع على هذا الاساس. انا بأكد ليس من حق المريض اختيار، ليس من حق المريض اختيار الطبيب، لكن من حقه أن يعلم من هو الطبيب اللي بيعمل له العملية، وأيضا أثناء توقيع العملية ممكن يعني يأخذ موافقته من هذا المستشفى الجامعي ويحق لأي طبيب أن يعمل له العملية. آخر حاجة نتكلم عنها الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمنشأة. طبعا تكلمنا بانه المدير يجب ان يحافظ على سريه المعلومات الخاصه بالمريض، تكلمنا عن الموضوع هذا. ايضا يجب ان المدير يحافظ على المعلومات اللي خاصه بمصادر الدخل بتاعت المنشاه، وتكلم عن المستشفيات الخاصه بالذات، التوظيف الخاص بالفريق المهني الصحي، مين هيجيبه، كيف العمل على تطويره، الاستراتيجيات الخاصه بطريقه التسويق، إدارة الأعمال الخاصة بالمنشأة. يعني كل ما له علاقة بالمنشأة يجب أن يكون سري، حتى بالذات عندما لما يكون هناك في منافسة بين هذه المستشفى والمستشفيات الأخرى، فكل إذا كل المعلومات الخاصة بالمستشفى يجب أن تكون سرية، حتى أنه يعني حتى الخاصة بموظفي المنشأة وبالذات اللي بتعلق بنقاط القوة ونقاط الضعف، من هو الدكتور الكويس من الدكتور الضعيف، هذا يجب أن يكون موضوع سري جدا، ومن غير الأخلاق أن يقوم المدير بإفصاح أي معلومة خاصة بالمنشأة أو يعني المنشأة. نتكلم عن المستشفى الخاص، كلمة المنشأة نتكلم عن المستشفى بشكل عام، هنا في هذه اللحظة نتكلم عن المستشفى الخاص. إذن دائما يجب ايضا يجب يعني انه يكون في نوع من الحذر، انه الاطباء المؤقتين او المتعاقدين للمنشاه ممنوع يتطلعوا على اي معلومات تتعلق يعني بالمستشفى بشكل عام، فقط بيعرفوا المهمه المتعاقد عليها معهم فقط لادائها. ليش؟ لانه اللي جاي الطبيب المتعاقد أو المؤقت اللي جاي 4 شهور أو 5 شهور أو 6 شهور أو جاي لعمليتين أو جاي لعملية، إذا هذا ولاؤه ليس تام، ليس للمستشفى أو للمنشأة اللي بيشتغل فيها. فطبعا في من السهل إفشاء الأسرار الخاصة بالمنشأة، إذا يجب أن هؤلاء يتوقعوا، يجب على المدراء أن يتوقعوا الحذر ولا يسمحوا للأطباء المتعاقدين أو المؤقتين بالاطلاع على أي معلومات، على لانه هذول الاطباء ليس لا يوجد عندهم اي يعني نوع من الولاء والالتزام بالمؤسسه. اذا ايضا قد يقوم المدير وللاسف الشديد بافشاء بعض المعلومات الخاصه بالمؤسسه عشان يشوف نفسه، والله احنا هنفتح قسم جديد، احنا هنكذا. طبعا هذا لا يجوز ابدا، لان هذه المعلومات خاصه، وبالذات مثلا
ما يقولش انه، وهذا للاسف ما اعرفش بصير او لا، انه والله هم بدهم ياخذوا المبنى اللي جنبهم او بده يفتحوا عياده جديده، فيعني او بدهم يشتروا عياده او يشتروا مستشفى ثاني، فيقوم صاحب المستشفى الثاني بانه يعني يغلي الساعه كثير، ويقوم المدير بشراء هذا المستشفى ويتقاسموا يعني جزء كبير من المربح مع المدير. يعني المدير هنا بيشارك للاسف في انه هو بيعلم الشخص اللي بيشتغل منه بانه والله بده يشتغل منه المبنى الفلاني، فيقوم انه صاحب المبنى في يغلي الساعه كثير، وهذا الفرق يتقاسموا مع مدير مستشفى، وهذا لا يجوز ابدا لا اخلاقيا ولا حتى قانونيا. وهنا هيك بننهي المحاضره.